جاهزين؟ يبقى بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم النهاردة معنا في مؤسسة علماء مصر في واحد من أهم الويبينارز اللي بتنظمها المؤسسة. أنا إسلام حسين ريسيرش ساينتست في MIT وواحد من البورد اوف دايركتورز للمؤسسة علماء مصر. وإحنا النهاردة في ضيافة الدكتور فاروق الباز. شكرا يا دكتور على استضافتك لنا النهاردة. أهلا بيكم. في البداية أحب الأول أرحب بكل الناس بتتابعنا دلوقتي اللي سهرانين معانا في مصر، وكمان عايز أحيي كل الشباب المتطوعين في مؤسسة علماء مصر اللي من يوم الأربع اللي فات من ساعة ما عرفوا إن إحنا النهاردة هنكون مع الدكتور فاروق عملوا مجهود رائع الصراحة في التحضير للإيفنت بتاع النهاردة والدعاية وكل حاجة. كمان عايز أشكر اتحاد الطلاب المصريين في جامعة MIT للسبورت اللوجيستي اللي وفره لنا عشان نطلع لكم الإيفنت ده في أفضل صورة ممكنة. طيب بسرعة كده خلوني الأول أقول لكم إحنا مين وبنعمل إيه. إحنا أكتر من 80 متطوع موجودين في 12 دولة مختلفة، من ضمنهم مصر طبعا، وبنشتغل كلنا علشان نخلي مصر في يوم من الأيام مكان متميز في العلوم والصناعات وريادة الأعمال تمتد فائدته لجميع الشعوب. سمينا المجموعة بتاعتنا علماء مصر، وحاليا إحنا مؤسسة تنموية غير ربحية مستقلة. مؤسستنا بتضم متطوعين من تخصصات ومجالات مختلفة سواء في البحث العلمي أو الصناعة، وعندنا تنوع في المتطوعين من أول طلبة الجامعة لحد الناس اللي معها دكتوراه، وكمان اللي بيشتغلوا في الصناعة أو اللي عندهم عمل خاص. باختصار إحنا بنحاول من خلال مشاريعنا إن إحنا نعمل إيكو سيستم أو نظام متكامل بيجمع كل أجزاء التعليم والبحث العلمي بحيث إن كل الأطراف بتستفيد من بعضها بشكل متميز وروح عالية من الود والعطاء وتبادل الخبرات. من ضمن المحاور اللي بنشتغل عليها هي دعم الطلبة اللي بيدوروا على فرص للتعليم في الخارج وخصوصا بعد مرحلة البكالوريوس. وفي الموضوع ده عملنا موسوعة اسمها موسوعة خطوات. إجمالي المشاهدات للمقالات اللي فيها بتتعدى الربع مليون مشاهدة، وبنجاوب على أسئلة وبنقدم استشارات لشريحة كبيرة جدا من اللي حابين يدرسوا في الخارج. وبنعمل باستمرار ندوات أونلاين هدفها تطوير مهارات الباحثين والتعارف ما بين الباحثين المتميزين في مجالات مختلفة، وكذلك التوعية بالموضوعات الحيوية. وممكن تتابعوا تسجيلاتنا على قناتنا على اليوتيوب، هتلاقوا أكتر من 80 تسجيل عليهم حوالي أكتر من 40 ألف مشاهدة. وقريبا جدا إن شاء الله هيكون عندنا برنامجين جداد، واحد للتوجيه والتاني للمجتمعات العلمية المتخصصة. والسنة الجديدة إن شاء الله هيكون عندنا مجتمعات طلابية في أكتر من جامعة داخل وخارج مصر. طيب إحنا النهاردة ليه في ضيافة الدكتور فاروق؟ لما أنا كنت طالب دكتوراه في كامبريدج سنة 2003 كنت عشان أهون على نفسي الساعات بتاعت الشغل الطويلة كنت بحاول أدور على حاجة تحمسني تشجعني تدفعني لقدام. حاجة من الحاجات دي كانت حلقة دكتور فاروق صورها مع برنامج اسمه ماما عاد في المهجر. ما كانش لسه في يوتيوب ولا كان في أي حاجة من الحاجات دي خالص. تقريبا اتصورت سنة 2001. كنت بشغلها مع يعني طول الوقت وأنا بشتغل حطيتها على الكمبيوتر وأنا قاعد بشتغل بسمع الحلقة دي تقريبا على الأقل مرة كل أسبوع. يعني أنا كنت بشحن مرة في الأسبوع على الأقل. فإحنا النهاردة جايين للدكتور فاروق نشحن. وأنا هترك المجال للدكتور فاروق دلوقتي يكلمنا على مسيرته العلمية والمواقف والدروس اللي حابب يوصلها للشباب اللي بيتابعونا دلوقتي. طول المسيرة العلمية انت هنشحن في ايه ولا ايه؟ مرحبا يا شباب. انا سعيد جدا بالحلقة دي لان انا شخصيا بعتبر ان شباب مصر هم اللي هيعملوا مصر. يمكن تقدروا تروحوا على الانترنت وتقروا مقالة أنا كتبتها زمان في 2005 كان عنوانها جيل الفشل، عنوان جامد كده، وأول سطر فيها أجمل شوية بيقول لقد فشل جيلي فشلا زريعا في تحقيق أي من أمان الشعب العربي. وأنا كنت مؤمن كلية وتماما بهذا الكلام لأن إحنا
جيلنا كنا نتطلع لحاجات كتيرة جدا في العالم العربي، وإحنا كان كمصريين كنا قادة العالم العربي، وإحنا اللي هنقيد العالم العربي، نبقى عندنا قيادة للعالم العربي، نعمل كل الأشياء دي. كانت الأشياء دي إيه؟ هنعمل وحدة عربية، وحنحرر فلسطين، وحنمحي الأمية في العالم العربي، وحنعمل عدالة اجتماعية في العالم العربي. اتضح لي أخيرا إن إحنا ما عملناش ولا واحدة من دول، وخسرنا في كل مرحلة منها. قعدت أفكر فيها كده، إحنا خسرنا في الحكاية دي ليه بهذا الشكل، بهذا الطريقة، لماذا فشلنا إلى هذا الحد المذهل؟ عرفت إن إحنا فشلنا لأننا كنا بنحيي أو نعتمد على المؤسسات، ونسينا الفرد. الإنسان راح في الرجلين. المثل بتاعي إيه؟ انه لما يكون واحد لسه متخرج من كلية الهندسة وعايز يشتغل، راح يشتغل في مصنع، وشاف ان المصنع بيعمل الحكاية دي كيت وكيت وكيت، بيعملوها كده، وهو شاف انه لسه متخرج وتعلم حاجة جديدة في الجامعة وعايز يغير، فيروح لرئيسه يقول يا فندم احنا بنعمل الحكاية دي بكذا كذا، لو عملناها بالطريقة الفلانية تبقى احسن او ارخص او اسرع او اي شيء. رئيس المصنع يقول له ايه يا اخي، انت لسه طالع من البيضة، احنا بنعمل الحكاية دي بقالنا 20 سنة، روح شوف شغلك. معناها اخرس وما تطلع لناش حاجة جديدة، احنا اللي بنعمله كده اعمله وبس. فلو راح مرة تانية واخترع حاجة جديدة وبرضو رئيس وقال له يا اخي ما انا قلتلك روح شوف شغلك، هيقول خلاص على قد فلوسه انا حاول ساكت، وهم اللي بيعملوه بيعملوه. واستمر الحال على ما اليه، وبدأ انحدار العالم العربي إلى ما نراه عليه اليوم. الخسارة دي كلها كان سببها الخيبة اللي بدأت في الخمسينات، نسينا الفرد وقلنا المؤسسة هي كل شيء. فلازم دلوقتي نغير الحال على طول، نقول إن إحنا لابد أن نحيي الفرد ونحترم الإنسان، وأي واحد عايز يعمل حاجة جديدة يعملها. معنى ذلك إيه؟ إن الشباب هم اللي يعملوا. وليه الشباب هم اللي يعملوا؟ عشان إحنا أيام ما كنا بنشتغل في أبولو عملنا كده دراسة سريعة على سن الناس اللي بيشتغلوا في أبولو كام المعدل، منتصف السن بتاع الناس في ناسا في الهيصة اللي بنعملها دي، طلع ان معدل السن الناس اللي بيشتغل في مشروع أبولو بتاع القمر 29 سنة، يعني كتاكيت. بعدين قلنا طيب الناس اللي بتشتغل في هيوستن، الناس المجموعة اللي هي مشغلة الرحلة دي، لقينا معدل السن بتاعهم 25 سنة، يعني كتاكيت، يا دوب لسه طالعين من الجامعه وتخرجوا تعلموا شويه حاجات بسيطه كده. معناها ايه؟ معناها ان الجيل الصاعد، الناس اللي هي لسه متخرجه من الجامعه او لسه متخرجه من الماجستير او الدكتوراه وكذا، هي اللي عندها الحموه، هي اللي عندها الفكر، هي اللي عندها تقدر تغير، هي اللي تقدر تعمل حاجات جديده. وعشان كده انا بقول ان الجيل الصاعد، انتوا يا شباب انتوا اللي عليكم الحمل. لا تحترموا المؤسسات بل احترموا الفرد، لان الفرد المتميز هو اللي يقدر يصلح المؤسسه. عشان كده أنا سعيد أكلمكم وأقول لكم إيه اللي حصل زمان وإيه اللي إحنا منتظرينه منكم. طيب حضرتك تحب يعني تبدأ منين؟ يعني حضرتك كنت في الأول، هنشحن من أنهي حتة؟ طب خلاص نتكلم على أبولو. نتكلم على أبولو. نتكلم على أبولو. أنا راجل جيولوجي، عمري ما رحت جامعة فيها علوم فضاء، ولا خدت أي كورس في العلوم الكواكب والفلك والأشياء دي على الإطلاق. يعني متخرج جيولوجي، عارف تمام الحجارة، الحجر بتكون إزاي وبتغير إزاي مع الوقت ونستخدمه إزاي، بس لا عمري بصيت على القمر، ولا أعرف النجوم دي ولا شكلها ولا دي، ولا تدريس القمر يعني إيه، ولا صور القمر يعني إيه. فلما لقيت ان دي الشغلة الوحيدة اللي انا كنت ممكن اشتغل فيها، ولقيت ان زمايلي الجيولوجيين اللي بيشتغلوا في المشروع ده بقالهم 7 سنين بيشتغلوا فيه، انا اجتمعت معاهم سنة 67 وهم كانوا شغالين في الحكاية دي بقالهم من 7 سنين، من سنة 60، يعني هم تعمقوا في الموضوع، فاهمين الدنيا كلها، عرفوا تضاريس القمر شكلها ايه، وعارفين بيدرسوها بالتفصيل، كل واحد منهم ياخد فوهة من الفوهات ويعمل فيها بحث مستفيد ويشرحه لزمايله. فانا قلت انا طيب، انا جيولوجي ورايح مع جيولوجيين، انا هكلمهم ازاي دول؟ اولا انا غريب عليهم، انا واصل من مصر، لغتي يعني مركيكة،
شكل مهبب على عينه، شعر اكرت وكذا، هم مش عارفين ينطقوا اسمي. يعني اول ما يقولوا على اسمي يقول فراك البايز، اقول له اه، يعني لا عارف ينطق اسمي ولا شكل غريب عليه ولا انا عارف اتكلم كويس ولا هيبص لي ليه زميلي ده، مستحيل انه يحترمني. يعني بقى انا اشتغلت وخدت وظيفه هيسيبوني على الرف، اقعد انت ساكت واحنا بنعمل اللي بنعمله واحنا اللي فاهمين واحنا اللي عارفين. فانا قلت اذا كانوا هم عرفوا اللي عرفوه بدراسة الصور اللي هم خدتها أقمار صناعية قبل رحلة أبولو، يبقى أنا لازم أعرف عن الصور دي اللي خدتها الأقمار الصناعية قبل أبولو، وأعرف تضاريسها إيه، وأعرف عنها أكتر وأحسن من أي واحد فيهم، مش بس زيهم، لا، ما أنا لو عرفت زيهم برضو هكلموا نفسهم، إنما أنا لازم أبقى عارف أكتر منهم أو أحسن منهم عشان يبصولي، عشان لما اقول حاجه يسمعوا لي، او علشان لما يبقوا عايزين حاجه يسالوني. فبدات انا بقى اشتغل ليل مع نهار في جميع اوقات اليوم، لم اتحرك ابدا الا بعد ما فهمت القصه كلها وشفت جميع الصور اللي اتخذت قبل رحلات ابولو واحده واحده، عملت لكل واحده منهم ملخص وعملت ملخصات للملخصات وعرفت كل صوره فيها ايه وايه لو كنا عايزين نعمل فيه. انا بصيت على الليسته دي فهمتها تمام، فقلت طيب احنا زمايلنا دول احنا كلنا بنشتغل على ايه عشان نختار مواقع الهبوط الرحلات أبولو، هيبقى عندنا على الأقل 6 رحلات هبوط. فأنا قلت لنفسي طيب أنا عشان نشوف كل تضاريس القمر نروح فين. فأنا جمعت كل المعلومات اللي أنا عملتها دي في 3-4 أشهر الأولانية، وقعدت أبص على الصور دي وأقسمها وأقول لو إحنا عايزين نجمع جميع المعلومات عن كل تضاريس القمر فلازم نروح لأماكن فيها على الأقل 1 أو 2 أو 3 من جميع تضاريس القمر. فلقيت إن في 16 موقع بكل سطح القمر اللي إحنا بنشوفه ده، نصف القمر الذي نراه. فقلت آه كويس، يبقى عندي 16 موقع لو رحنا لهم كلهم يبقى عرفنا جميع تضاريس القمر وخدنا عينات من جميع أنواع صخور القمر. فرحت مكلم الناس اللي هم بيرتبوا الاجتماعات دي، كان عندنا اجتماع كل شهر، انا برتب الكلام اللي كان، ودورت على تليفون وقلت له انا عايز اخد ساعه زي ما انت بتعرف تدوا ساعه للناس دي. قال لي انت مين؟ قلت له انا اسمي فاروق. بتعمل ايه انت وهتتكلم على ايه؟ قلت له على 16 موقع. قال 16 موقع؟ احنا لسه ما اتكلمناش على موقع 16. انا 16 موقع، انا اديني مثل منه. قلت له الفلان الفلان لو حتى روحنا في الحته الفلانيه هنلاقي كذا ونشوف كذا وتشوف فوهه شكلها كذا ودلع. طب اديني مثل تاني. قلت له احنا لو رحنا في المكان الفلاني في الحته الفلانيه نعمل فيها كذا ونلاقي كذا ونلاقي كذا. قال لي طب ايه الثالث؟ رحت مدي له مثل ثالث. قال لي اوكي انا هدي لك ساعه في البرنامج اللي جاي. رحت على البرنامج اللي جاي اللي هو الاجتماع بتاع المجموعه دي في واحد من مواقع ناسا في فيرجينيا، ورحت طالع وقايل زي ما هم بيطلعوا يقولوا ساعة بيقولوا على حاجة نوع من تضاريس القمر. أنا ابتديت أقول على 16 موقع لو رحنا لهم جميعا أنا بشوف جميع تضاريس القمر. الناس زمايلي اقتنعوا بالكلام ده اقتناع كامل، ومن يوميها هم روحهم بعد المؤتمر ده، و كل شوية يجي لي سؤال منهم انت لما قلت لو رحنا موقع الحتة الفلانية تلاقي كذا، كان لي قلت الكلام ده بناء على ايه؟ انا مرتب نفسي وعمل ملخصات لكل الكلام اللي انا قلته، قعدت افر في الورق بتاعي وعلى التليفون وقال له لو رحت على لون روبوتر 4 ولا الصورة 881 هتلاقي في الركن الجنوب اللي تحت ده هتلاقي فيه كذا وكذا وكذا وكذا. يقول لي اه شكرا، بس ابتدينا لا ابتديت معاهم بقى ايه. وبعدين يسأل هاي فاروق وانت مش عارف ايه، اقول له كذا كذا. لا انت مش عارف. لما ناسا قالت عايزين نعمل لجنة من الجيولوجيين عشان هي اللي تبتدي في اختيار مواقع، انا كنت منه. بعد اول اجتماعين هم زمايلي الجيولوجيين اللي اختاروني سكرتير للهيئة دي. ليه؟ عشان انا بكتب كويس، ولما بكتب كلام بكتبه كويس، اقول لغة كويسة اقول كلام كويس، فهم عملوني كده. لما ناسا عملت اللجنة اللي هي للتوقيع على مواقع رحلات القمر كنت انا فيه،
ليه؟ لان انا زمايلي الجيولوجيين هم اللي اختاروني في الهيئه بتاعت فاللجنه الكبيره اللي فيها المهندسين، برضو ابقى انا الممثلهم هناك. لما جينا نعمل جمعيه مننا عشان ندرب رواد الفضاء، قالوا فاروق يبقى التشيرمان، يعني بقى انا رئيس المجموعه دي. ليه؟ بناء على علم ومعرفه، لان انا استمريت في العلم والمعرفه واستمريت في اني اذاكر اكثر من اي واحد فيهم واعمل في الوقت اكثر من اي واحد فيهم واجهز نفسي تمام لكل حاجه هتتقال وكل سؤال يسال وكل عمليه تعمل. معنى ذلك ايه؟ ان الواحد لما يعد نفسه اعداد قوي جدا ويستمر في تعريفة نفسه في تعليم نفسه، خلاص يبقى له موقع مع زمايله. فدي أنا في نظري كانت الحجر الأساس، ليه أنا بقيت في المجموعة دي، ليه هم عملوني كده، وليه أنا كان لي اسم فقط لا غير، لأن أنا تعبت أكثر من أي واحد منهم واشتغلت أكثر من أي واحد منهم، وكان أملي الوحيد إن إحنا الشغل بتاعنا يبقى كويس جدا. ما كانش أمل إن أنا أفوز عليهم، لا، كان أملي إن إحنا نعمل حاجات كويسة جدا والبرنامج ينجح نجاح هايل، وإحنا لازم نختار أحسن حتة في سطح القمر ولازم إنها نتعب فيها عشان نعرف فين أحسن حتة دي، وبعدين نقنع المهندسين إن دي أحسن حتة. بس ده كان المدخل، دي كانت المحطة الأولى. يس. المحطة الثانية بقى. المحطة الثانية على تدريب الرواد، ما هي دي برضو كانت مصيبة، لأنه قبل ما أنا أروح على البرنامج كان رواد الفضاء بياخدوهم بيدوا لهم محاضرات في الجيولوجيا وبيدرسوا لهم الجيولوجيا زي ما أنا درست الجيولوجيا، وفي عناصر والتركيب الكيميائي وده وده، وهم الرواد يقول لك أنا ما هي أخذ تركيب كيميائي، هو أنا حيطلع معنا وأنا حيطلع معايا حاجة حدد فيها الكيمياء هناك، ولا أنا حبص على تلسكوب وأنا حيطلع معايا تلسكوب في الأمر، وأنا مال لما نجيب شوية صخور يبقى يتهببوا على عينهم يدرسوها، أنا ما إحنا مالنا إحنا باللبخ ده. فيقول لك بلا جيولوجيا بلا كلام فارغ، الرواد كان يقول لك بلا جيولوجيا بلا كلام فارغ، مش عايزين يشوفوا جيولوجي ولا يبص في خلقة أي جيولوجي، لأن الكلام أسماء الصخور صعبة عليهم، التركيب الكيميائي بتاعهم صعب، وهم عايزين يعرفوا ده ليه؟ يعني احنا مالنا؟ ده كلهم طيارين. فأنا قلت إن هم الطيارين دول لازم نوصل لهم بحاجة يفهمها الطيارين. أنا عرفت إن هم هيحصل في رحلات أبولو هنشوف مواقع محددة على سطح القمر في السكة اللي هم هيطيروا فوقها، وهم لازم يبصوا بالتلسكوب بتاعهم عشان يشوفوا الحتة دي والحتة دي والحتة دي، وكل ما يشوف واحدة منهم يقول مارك يعني أعلم، معناها ان هو في الفوق الحتة الفلانية. لما نعرف هو فين يبقى نقدر نحسب السفينة حقيقة فين بالظبط، يعني نعرف مكان السفينة فين بالظبط. وبيدولهم سبع مواقع عشان يعملوا على المارك دي، ولو قالوا لو جبنا احنا على الأقل محتاجين على الأقل أربعة من السبعة دول عشان نعرف السفينة فين بالظبط، المدار بتاعها فين بالظبط. يعني في احتمال ان هم لو جابوا ثلاثة او اثنين ما يعرفوش بالظبط فين، فيبقى السفينة مش هتقدر تنزل في الحتة اللي احنا عايزينها بالظبط، يعني تبقى نص كيلو هنا ولا نص كيلو ده ويصح يأثر علينا. فنقول طيب دي حاجة في الطيران، لان هم بيبصوا برضو لما بيبقوا خلف القمر بيبصوا بنفس التلسكوب ده على النجوم عشان يعرفوا اماكنهم فين، فشغلتها مظبوطه دي، فبيحبوها قوي انه يبص بالتلسكوب بص على دي ويقول حتى يعرف فين الحكايه دي ولا فين النجمه دي، يقول مارك يبقى عارف مكانه فين عشان نقدر نحسب احنا بالكمبيوتر اللي على الارض. فانا قلت خلاص نروح لهم على حكايه المارك دي. فانا خدت الصور بتاعت المسار بتاع السفينة كله، حطيتهم على حيطة كاملة كده، ورحت الواحد منهم قلت له واحد جيولوجي، قلت له انا عايز خلي يكلم فلان فلان، انا عايز اخده بس ساعة واحدة. فجيه واحد من الرواد قال المجموعة بتاعتنا مش كلها مش راضية، انا جاي ادي لك ساعة وبس. قلت له ماشي كده. فخدته على الأوضة دي، أوضة كبيرة كده، وحطيت فيها كل الصور دي، وحطيت فيها الخط بتاع المدار وكل المواقع بتاعت اللي هم عايزين يعملوا فيها البتاعة. قلت له احنا عايزين بس عشان نعرف فين المدار بالظبط احنا عايزين السبع نقاط دي. ففي ناس بتقول ان انتوا مش هتعرفهم تحسبوا كل السبعة دي، فمدوا لك سبعة عشان ناخد منهم اربعة، فليه ما نعملش نحاول نجيب السبعة عشان يبقى عارفين المدار بالظبط تمام. دي انت تقدر تعمل. قال لي ازاي؟ قلت له خلاص عشان وانت بتبص في التلسكوب ده
في اشكال والوان هتجيلك قبل ما انت، احنا بنقول لك في الوقت الفلاني ابتدي بص بالتلسكوب مسمينه سكستن، هتبص على السكستن في الحته الفلانيه وبعدين تبص تقعد تبص لحد ما تشوف النقطه الفلانيه، لما تبص عليها وانت مش عارف هي هتوصل لها امتى تضيع منك واحده، تضيع منك اثنين، تضيع ثلاثه، ما تاخدش بالك. انما لو انت باصص في التلسكوب وعارف ايه اللي هيحصل، ايه اللي هتشوفه قبل ما توصل للنقطه دي، هتقيسها وتقيس اكبر عدد منهم. ماشي، طب نبص على 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 الاشكال اللي هي هتعدي عليها قبل ما توصل للنقط دي. ماشي، بص على بتاعي يقول دول الفوهتين دول مدورين كده زي دبلت، دول دبلت، نسميهم دبلت، نكتب عليه واكتب له دبلت على الخريطه، وبعدين قبلها قبلت بعد الدبلت على طول، لا مش يجي على بعد ما الثانيه كده يشوف بص عليها يقول ايه شو لوك ا هول بانش اوف كريترز كام بات توجذر لايك ا سنو مان، نكتب سنو مان عليه بعرف نمرة واحد كانت دبلت، نمرة اثنين كان سنومان، يبقى انت عارف قبل ما توصل لدي هتبص هتلاقي كذا، قبل ما توصل لدي هتلاقي كذا، قبل ما توصل لدي كذا. اخذنا حوالي 3/4 ساعة لحد ما خلصنا البتاع. بعدين قلت له ايه؟ طب خلاص بقى ما تبصش على الخريطة، قول لي ايه اللي هتشوفه قبل ما توصل للنقطة نمرة واحد. دبلت these two craters are together the doublet and then we'll see that right on the tip of that crater. Oh, very good. Number two, after the snowman, it's immediately on the top of the head of the snowman, as that would be a mark in the three. وهكذا خلصت الساعة دي، مع انه اللي هي ساعة وانت ماشي. بعدين قال هي when can you come back، هتجيلي امتى، ترجع تاني امتى. فابتديت ارجع له، جاب زمايله كلهم وابتدينا نتكلم بقى على بيشوفوا ايه من فوق، وابتديت يقول لي خلص دي، يقول لي انا نيكست ويك وير فري فرايداي افترنون، فتعال لنا كده. وبعدين هم اللي كان هم كان الناس بتوع التدريب هناك ما كانوش بيدوا حكايه الجيولوجيا دي للليسته بتاعت الحاجات اللي بيعملها الرواد، لان دي حاجه علميه على الجنب، كانوا بيسموها تارجتس اوف اوبورتيونيتي، يعني يتصوروها ما تصوروهاش يعني كده على الماشي، فما كانش بيحسبوا فعلها تمرين. فالرواد بدأوا يطلبوا من نفسهم بقى للمهندسين والناس الكبار بتوع ناسا، هم عايزين تمرين يتحط في الليستة بتاع التمرين، بسموها فيز أبس فيجوال أوبزرفيشنز، يعني نظر بالعين من الحاجات اللي أنا بعملها خطوة بخطوة بخطوة، بدأ ده يبقى كذا كذا، عرفنا بقى إزاي يصور هنا، وعايز الصورة دي متنية ليه، والحتة دي لو صورناها هنعرف إيه، والحتة دي مختلفة عن التانية إيه. فتداولت العلم والمعرفة على تضاريس القمر من دي، وهو ده اللي خلاهم يبقوا أصدقاء، وهو ده اللي خلاني أبقى رئيس المجموعة اللي بتدرب رواد الفضاء. طيب حضرتك أحكي لنا عن لحظة النجاح، يعني حضرتك كنت involved في كل مراحل التدريب والتمرين وتحديد المواقع، اللحظة اللي نجحت فيها المهمة. لحظات في كل رحلة تلاقي فيها كده حاجة الواحد يعرف فيها كذا، واللي عرفوها ازاي وانا عارف السبب بتاعها ايه، ولحظات يعني مهمة في تاريخ ناسا. مثلا أبولو 13 يمكن دي لحظة مهمة جدا في تاريخ ناسا. في أبولو 13 اللي ما عرفتش تنزل، حصل فيها عطب وحصل فيه انفجار ما واحنا ما نعرفش ايه، وقالوا لهم انت رايح تلف على القمر وترجع تاني على طول، لا هتلف لف عليه ولا هتنزل، حد ما عادش خلاص ما فيش بنزين ومش هتعرف تتحركوا، انت هنلف وترجع على طول الارض. وبعد ما يقربوا من الارض هتنفصل السفينه اللي هي كانوا بينزلوا فيها على الارض على القمر عن السفينة اللي كانت واخداهم اللي هي حصل فيها العطب. فهينفصلوا عن السفينة دي وحيرموها وهم ينزلوا في السفينة اللي هم عايشين فيها دي. رئيس برنامج أبولو واحنا قاعدين لسه أول ما عرفنا ان هو ده اللي هيحصل، ان حصل الانفجار ده، راح جاء نزل عليا في هيوستن في الحته اللي انا بقعد فيها، وقال لي فاروق لسه احنا مش عارفين ايه اللي حصل، وربما ما نعرفش ايه اللي حصل، احنا عايزينك تجيب لنا صوره للسفينه اللي هي هتترمي دي اللي حصل فيها العطب،
قبل ما نبعدها عننا، لان احنا يعني مش هنعرف ايه اللي حصل. فلو كان في الصورة تولينا ايه اللي حصل يبقى دي مهمة جدا، وانت اللي معلم الرواد الصور، فانت شغلتك دي. فانا فهمت ان هو دي حاجة مهمة جدا، ورحت طالع قعدت اشتغل على القصة دي 32 ساعة باستمرار على الدوام، لا نوم ولا كذا ولا راحة ولا 32 ساعة. عشان ايه؟ عشان احسب هيحصل امتى الانفصال بتاع السفينتين دول، والسفينة دي هتبقى بسرعة كام، والسفينة دي هتبقى بسرعة كام، السفينة دي لو بعتناها بالسرعة دي هتلف ولا مش هتلف، فلو لفت في البزر بسرعة زيادة مش هنشوف اللي حصل، ولو لفت ببطء مش هنقدر نعوش. والسفينة اللي هم فيها ثلاث شبابيك، لو رائد الفضاء يقف انهي شباك منهم، لو وقف في الشباك ده يشوف، لو وقف في الشباك ده ما يشوفش، ولو شافها هياخدها بأنهي كاميرا، وده ونقول له الكاميرا ايه. وللأسف الشديد ان الراجل اللي هو المفروض يصور كان اقل واحد اتعلم، كان هو دايما لعبي، وكان الراجل اللي كان رايح نزلوه كان حصل له حصبه كده، ولا ابن حد من اولاده حصل جات له حصبه، وقالوا لا ما تروحش ده قبل الرحله بيومين، فالتاني هو اللي راح، والتاني مش متدرب كويس، واحنا عارفينه كان لعبي، كان كل ما نقعد في البتاع ده يقول لي فاروق الساعه 11 بالليل ما تسيبنا يا اخي، هو اللعب الوحيد في المجموعه دي، فانا عارف انه لعبي، فانا لازم اديله التفاصيل دي خطوه خطوه، كان بطعمها له كانه بيبي ما يعرفش نق خالص. فقعدت احسب القصه دي بقى بالجد لحد ما وصلت ليها بعد 32 ساعه، لما عرفت بالظبط ايه اللي نوصله. وقلت له ما توصلوش البتاع ده بدري، هينسى ومش هيعرف، قبل ما نحداله بالدار ونديها له ونخليه يعيدها ثلاث مرات، نخليه يكتبها ويعيدها ثلاث مرات قدامنا قبل ما يحصل الحكايه دي، وعمل كذا وعمل كذا، والصوره جت، والصوره كانت متميزه، وعرفنا ان جزء من اللي هو فوق التانك بتاع الاكسجين هو اللي انفصل عن السفينه، لان حصل في واحد من الاثنين من الاكسجين انفجر وضيع مكان السفينه وخربت العمليه، وده عرفنا التفاصيل كلهم من الصورة واحدة دي بعد الانفصال. فدي يعني من اللقطات اللي تقول لك مهمة ايه حكاية التصوير، وتحسبها ليه، وتحسبها ازاي، وتعلم الواد ازاي، وتقول له ايه كده. فكانت دي واحدة من الحاجات المهمة بالنسبة لتاريخ ناسا تمام. تحب حضرتك نبدأ في الاسئلة اللي بعتوها لنا الشباب؟ تفضل. طيب، في حد كان بيسأل حضرتك ايه كان الروتين اليومي بتاع حضرتك لما كنت صغير، يعني كنت بتنظم وقتك ازاي، مين كان مثلك الاعلى؟ واحنا في بيتنا والد الله يرحمه كان استاذ في الازهر، هو كان مدرس في الازهر، معاهد الازهر، الاول في زقازيق لما انا اتولدت هناك، وبعدين في دمياط، انما انا دخلت هناك في تعلمت هناك يعني ابتدائي، وبعدين في بقى شيخ معهد شبين الكوم، والعيله اتنقلت القاهره فدرست في القبه الثانويه، وبعدين دخلت على جامعه عين شمس. انا كنت في دراستي كويس جدا في العلوم والرياضيات، لان والدي الله يرحمه كان استاذ للرياضيات في الازهر، وكان بيهتم بيها جدا، يعني تلامذته كلهم كانوا يشهدوا له، كان واحد من تلامذته الله يرحمه الشيخ محمد نزار الشعراوي، ما تعرفوش انت من جيلكم ما تعرفوش، كان تلميذ ابويا الله يرحمه الشعراوي طبعا نعرف، كان تلميذ ابويا طول سنوات، ابويا كان درس له 10 سنين ما شاء الله. اقول لك على حاجه ظريفه على الشيخ محمد، عم الشيخ محمد متولي الشعراوي، قالها لي بعد ما كبرنا كلنا، يعني مثلا لان انا كنت باخد جايزه من 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 من, من محافظه الدقهليه، وكنا في المنصوره، وجه يحضر المحاضره بتاعتي، وبعدين اول كلمه قالها انا مش جاي هنا عشان فاروق، انا جاي هنا عشان ابوك. انا اقول لكم على حاجه، على الشيخ سيد الباز ده، احنا كنا هنتخرج، وبعدين سمعنا ان الازهر هيضيف علينا حاجه اسمها العلوم الحديثه. فقلنا العلوم الحديثه ايه بس، احنا ما هنتخرج الا احنا مالنا بالحاجات الجديده اللي هيزودوها علينا دي. احنا نروح للشيخ سيد، هو الوحيد اللي يقدر يضوى علينا حكايه البدله دي، على ان هو الوحيد اللي يقدر يكلم شيخ الازهر. فروحنا للشيخ سيد.
قلنا له يا شيخ سيد احنا هنتخرج فاضل لنا السنه دي وهنتخرج ويزود علينا العلوم الحديثه اللي هي دي سنه كامله زودوها علينا. فالشيخ سيد راح بصص لي لان انا طوعت اتكلم بناء على زمايلي لانه الشيخ سيد بيحبني، فراح بصص لي وقال لي اه يا جهله انتوا عارفين هم بيسموها العلوم الحديثه ليه؟ عشان انتوا جهله. العلوم دي احنا اجدادنا هم اللي ابتدعوها، ده الجبر والمقابله ولا كذا. طيب انا هروح للشيخ لازر وهعمل لكم بدل السنه سنتين. يلا روح تستاهل. وخد سنتين. قال لي طلع روح له في سنتين في الجبر والمقابله وكذا. وقال لي طلعت روح له في السنتين دول. لكن والله اقولها صراحه قدام الناس، انا لحد النهارده انا اي حد كده يقدر يقول لي مثلا 13% من 95 كام، انا بص زي الشيخ ده زي قال لنا المقص، تحط دي على دي وتضرب دي في دي وتقسمها على دي تطلع كذا. انا ممكن اطلع لك نتيجه لاي حاجه من كده قبل ما اي حد يعملها بالكمبيوتر ولا الحاسب. انا بالحد النهارده اعملها كده، وكل ما اعمل الحكايه دي اقول الله يرحمك يا شيخ سيد. يعني نقدر نقول ان هو ده كان مثل حضرتك الاعلى. صح تمام، لانه كان والدي كمان يقول لنا كده، يقول هو كان بيتكلم باللغة العربية الفصحى بالجيم وكذا لأنه كان من الفلاحين وتعلم عربي لغة عربية فصحى، فكان يقول إيه من يعلم فعليه أن يعلم الناس وإلا فلا نفع في علمه. يعني كنت عارف حاجة لازم تعلم الناس عليه وإلا أنت عرفتها ليه. بالضبط بالضبط. طيب في واحد عايز يعرف حضرتك كنت بتقضي أوقات فراغك إزاي؟ كنا بنلعب احنا صغيرين، كنا بنلعب كوره وشراب في الشارع في دمياط، وبعدين دخلنا بقى في الكوره بجد في القاهره. فانا كنت في انا كنت رياضي جدا في الجامعه، انا كنت في الجامعه بلعب في الفرق ثلاث فرق، الهوكي والبوكسينج والجري والالعاب دي كلها. يعني كانت الرياضه رياضه كلها يعني كنا بنستمتع بالرياضه في كذا. وحتى لما رحت جامعه اسيوط كانوا عملوا فرقه رياضه، فانا كنت الكوتش بتاع الفرقه وتعلمت انا الاولاد، كنت المعيد انما كنت انا اللي بعلم الاولاد على الكره ازاي يعني. ما شاء الله. طيب ايه هو اصعب قرار حضرتك اخذته في حياتك واثر بالايجاب على حياتك العمليه؟ اصعب ده كلام كويس جدا، لان دي كانت الخروج من مصر والعودة إلى أمريكا. لأن أنا بعد ما خدت الدكتوراه جات لي فرصة، وأنا باخد الدكتوراه هنا كنت زرت كل المناجم المهمة بتاعت أمريكا كلها وخدت عينات منها واحدة واحدة، وبعدين جات لي فرصة أن أنا أروح على جامعة هايدلبرغ في ألمانيا، فروحت واخدها فرصة على طول عشان أدرس هناك في جامعة ألمانيا ده سنة ونص. فروحت عشان أزور المناجم بتاعت ألمانيا الفحم والحديد والمناجم بتاعت إسبانيا والمناجم بتاع فرنسا، وتعلمت منهم جميعا وخدت منهم عينات جميعا. وكنت رايح على مصر أعمل مؤسسة لعلوم المناجم دي ليس لها مثيل في مصر، كنت قادر على ذلك. حتى عملت بنفسي تمام، وكنت شاحن على حسابي 4 طن صخور من عينات المناجم اللي انا جمعتها دي. كنت مرتب نفسي خالص يعني. على ما رجعت مصر قالوا لي تروح تدرس كيمياء في المعهد العالي بالسويس. يا اخوانا في 4 أقسام جيولوجيا في البلد، انا جيولوجي وعايز اشتغل في اي واحده منهم. قالوا لا هم انت عليك تدرس كيمياء في المعهد العالي بالسويس. المهم حاولت الجهد سنه كامله، قعدت من غير وظيفه، وكان عندي مراتي وكان معايا بنتنا واتولدت بنتي الثانيه، واحنا في المحنه دي ويعني حالتي طيب، لا مرتب ولا وظيفه سنه كامله. فخلاص فطفشت فمشيت. فده كان يعني وانا طالع وانا متالم، انا كنت عامل برتب حياتي كلها عشان اعمل حاجه عظمه في مصر، وقلت شويه غنم طردوني. فهديا كانت بالنسبه لي مصيبه يعني. انما اتضح ان انا ما دام جيت وكنت عايز اشتغل كويس وكنت عايز اعمل حاجه كويسه ودخلت في ابولو وعملت الهيصه دي كلها، فجت بالنتيجه النهائيه انها طلعت حاجه كويسه يعني. تمام. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اكيد اكيد. طب هو في سؤال متعلق بالموضوع ده. طب احنا اتكلمنا عن لحظات النجاح، عايزين نعرف عن لحظات الفشل في حياه الدكتور فاروق، وامتى الدنيا ضلمت ووقف على رجله تاني ازاي؟
الثلاثية دي أكبر فشل في الدنيا. ده رايح واحد مرتب نفسه أنه يعمل حاجة عظيمة جدا في بلده وتعلم تعليم راقي وهو عامل كل أموره على الحكاية دي، وكنت أعملها. كان ممكن أن أنا أقول طب خلاص هم زي ما عايزين نعمل الحكاية دي كنت أمشي، وتضيع مستقبلي ويضيع علمي ويضيع كل حاجة. إنما ده كان لحظة قاسية، لكن أنا قررت أن أنا ولائي للمهنة هو ده أهم حاجة. ليه؟ أنا عايز أقول للشباب، لأن إحنا وإحنا عيال صغيرين كنا بنروح المدرسة الابتدائي ونقول هتاف عشان نحيي العلم قبل ما نروح الحصة، نقول الولاء لله وللوطن وللملك، كان يعمل الملك فاروق. بس أنا في بعدين لما فكرت فيها قلت كل ده تخريف. الولاء لله، وربنا عايز ولاء له يا أخوانا، يا ربنا عايز عبادة، وتشتان ما بين العبادة والولاء. أي الولاء ده أي كلام فارغ، إنما العبادة حاجة تانية. لله يطلب، الله يطلب منا العبادة، وبعدين الولاء للوطن. لا مش الولاء للوطن، الوطن عايز انتماء. وفرق كبير قوي من الولاء والانتماء، ان انت جزء من ده مش عندك ولاء له، لا انت جزء منه منتمي له. وبعدين الولاء للملك ده مصيب، اما عندك ولاء لرئيس الدولة هتخربه هتبوظه، تقول له كل تمام هكله كل حاجة تمام ساعة البيتاك، ده انت ما فيش احسن منك، ده كل تمام تمام تعظيم سلام. هو ده اللي بخرب الرؤساء الدول، انك يبقى عندك ولاء له. يا عزيزي ما تعملش ولاء لك، خلي ولاءك للمهنة. لو كان ولاء عندك ولاءك لمهنتك ربنا هيسعده ذلك، الوطن يسعده ذلك، وانت سوف تسعد بذلك. خلي ولاءك لمهنتك، حط تحتيها الخط دي. طيب في سؤال تاني بيقول لحضرتك، ما هي اسباب النجاح في حياتك وما هي دوافعه، وايه اكتر حاجه شجعت حضرتك انك توصل لحضرتك وصلت له دلوقتي؟ انا السبب الحقيقي هو ان انا على دائم التعلم ودائم جمع العلم والمعرفه، لان هو البني ادم تحصل اي بني ادم كده هو عارف ايه. انا في نظر هو ده العلم والمعرفه هي دي. وكانت والدتنا الله يرحمها هي لم تتعلم من وهي صغيره، ودي كانت قصه لوحدها، دي قصه مصريه خالص، ان هي لم وهي واخوها الاكبر منها راحوا المدرسه، وكانت هي ذكيه وشاطره، وكان لما المدرس يسال حاجه يسالهم حاجه هي ترفع صباعها وترد واخوها ما يردش. كل ما يجي المدرس يرد يسال اخوها ما يعرفش، يسال والدتي تعرف. فاخوها يروح يعيط لابوه، كان ابوه العمده، يروح يعيط لابوه البنت زاهية هي اللي بتزعق والاستاذ بيزعقني ويشتمني وكده. فابوها قال طب خليها هي ما تروحش المدرسه عشان اخوها يروح المدرسه، عشان عايز يعمل عمده بداله يعني. وده خلاها هي ما تتعلمش، والدي علمها تقرا وتكتب بعد ما انا دخلت الجامعه. انما كانت على الدوام تقول ان البني ادم هو بيعرف ايه وبيعمل ايه وبيعامل الناس ازاي. فالعلم والمعرفه والمعامله هي دي بالنسبه لها كانت مهمه جدا. طيب في سؤال تاني بيقول حضرتك، ما هي التجربة الأعمق أثرا في حياتك الشخصية وكذلك المهنية؟ التجربة الأعمق أثرا في حياتي الشخصية طبعا زواجي والبنات الأربعة اللي عندي، منيرة وسرية وكريمة وفيروز، ودول بالنسبة لي أنا يعني هو ده الحصيدة الحقيقية للحياة، لأنهم كلهم كويسين وكلهم متعلموا في الجامعة وكلهم عندهم عيلة وكلهم مبسوطين وكلهم ماشيين تمام يعني، وكلهم أصدقاء بالنسبة لي دلوقتي يعني. والتانية كان ايه؟ حياتك المهنية. حياتي المهنية بالنسبة لي انا برضو لازم ان هو يبقى نمرة واحد مشروع ابولو، عشان هو الحاجة كانت مهمة جدا بالنسبة للإنسانية، وانا شاعر ان انا عملت حاجة مفيدة في هذا المكان. نمرة اثنين الشغل اللي انا عملته مع الرئيس انور السادات، لانه كان رجل متفتح جدا وقوي، وكان عنده قدرة للفكر والعمل المجدي، وكان عملي معاه كله كان له بالنسبة لي أنا تقدير. طيب أعتقد في ناس في مصريين في الخارج بيسألوا حضرتك، ما هي أفضل طريقة لخدمة مصر من الخارج في ظل الظروف الراهنة؟ على الدوام خليكم
تعرفوا ايه اللي بيحصل، وكل واحد منكم يقدر يكلم زمايله يقول لهم حاجه، يكتب كلمه، يقول كلمه في الراديو، يقول كلمه في التلفزيون، يحط مش لاقي التلفزيون ولا الراديو حط على اليوتيوب، اعمل كذا، دعم الشباب، وجه الجيل الصاعد للطريق الصح ودعمهم فيما يعملوا، حتى لو اخطاوا هيتعلموا. تمام. طيب في واحد فاكر لحضرتك المقولة اللي حضرتك قلتها وفكرتنا بيها دلوقتي، اللي هي احنا من جيل الفشل. نعم. فهو بيقول لحضرتك كيف ترى امكانيات الجيل الحالي في ظل الظروف الحالية لاحداث اي تطور في المنطقة بتاعتنا؟ طب ليه؟ لان كل العالم العربي كله في حيص بيس، نتيجة لنا كلنا، كل لما تروح اي دولة عربية حتى بعد الثورات العربية تشوف الوشوش اللي ماشية في البتاع ده، ما هم مين؟ فلان الفلان في تونس، الثاني في الاردن، عندنا في مصر مين، ولا كلهم هي دي، ما هو ده جيل الفشل زي ما هو، ما تحركش، ما تعلمش، ما تنفسش، ما خرجش عن الـ الشغل اللي ماشي زمان. فهو ده اللي انا في نظري هو ده اللي لسه مكمم على العالم العربي. خلي الشباب من 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 40 سنه وانت نازل لحد 20 هم اللي يمشوا العملية، حتى لما يغلطوا فكويس هيتعلموا من الغلط. ابعد عن الجيل ده خالص كله. أنا منتظر إن اللي ده هيحصل بس بعد شوية كده، لأن الجيل اللي عمل الثورة اللي هم في العشرينات والثلاثينات لسه مش قادرين، مش فاهمين، نمر واحد ما عرفوش يتحدوا مع بعض وياخدوا فكر واحد ويعملوا مؤسسة قوية، فده هيجي بعدين، هيتعلموا ان ما ينفعش ان هم يبقوا 15 حزب ولا 30 مجموعة، وبعدين بعد كده هي ينزلوا في الانتخابات ويعلموا ويعرفوا الناس بأفكارهم ايه، لان الناس اللي بتنتخب دلوقتي ما يعرفوش الا الاسماء الكبيرة اللي هي من الجيل الفاشل ده كله، انما الاسماء بتاع الناس اللي عملت الثورة ما حدش يعرفها. فلازم تروح وتكلم الناس وتقول في محاضرات وتعمل كذا وتنزل في انتخابات وتسقط وتنزل تاني وتسقط وتنزل ثالث وتنجح ان شاء الله. ان شاء الله. طيب في واحد عايز يعرف من حضرتك ازاي قدرت تحافظ على نجاحك، وازاي اكون فاروق الباس في مجالي؟ كل واحد في مجاله يقدر يحدد كده بينه وبين نفسه ان هو لابد ان يجمع اكبر قدر من العلم والمعرفه على الدوام، هيوصل ليها واحسن مني. ما. طيب في حد عايز يعرف من حضرتك اقتراحاتك للنهوض بالتعليم في مصر؟ دي يعني يمكن اكبر مشكله في مصر حقيقه، يعني لان المعلمين نفسهم خربانين، والعلم وخاصه في العلوم بتاعتنا دي اللي انا اعرفه كويس، ان الناس اللي بتعلم العلوم في المدارس اي كلام فارغ، ما حدش عارف هم مين دول ولا بيعملوا ايه. انا لما كنت في المدرسه الثانويه كان المعلمين بتاعنا خريج علوم، انا لما كنت في كليه العلوم في مصر كنا الخريجين بنقسم نصين، نص يروح على الجبل والحجاره والمناجم واللي كذا، والنص الثاني يدرس العلوم في المدارس الثانويه والابتدائيه. كان الاساتذه بتوع العلم والمعرفه والعلوم في الثانوي والابتدائي خريجي كليه العلوم، فاهم يعني ايه علوم، انما الراجل اللي هو طب خريج كليه الاداب وخد حصه او حصتين على الكيمياء ما يعرفش الكيمياء يعني ايه، انما خريج العلوم يعرف الكيمياء يعني ايه ويعرف يدرسها ازاي. فاحنا لازم نبتدي نغير الوسيله بتاعت المعلم، لازم نصلح المعلم الاول ونختار معلمين صح وندعمهم، وعشان نخفي حكايه الدروس الخصوصيه واللبخ اللي بيحصل هناك في مصر ده، ونخلي الناس اللي بتعلم لها احترامها. وهو ده اللي كان ممشي الناس زمان بالمرتبات القليله، كان الاستاذ المعلم كان له احترامه. احنا لما كنا بنقف في الشارع والاستاذ بتاعنا يعدي من الشارع من الناحيه الثانيه نخرس في الكلام ونقف في انتباه عشان احترام لاستاذنا ده ماشي في الشارع الثاني. انما النهارده المدرس اللي انت بتاخد منه دروس خصوصيه ده انت بتشتريه، هتحترمه ازاي ده؟ فلازم نغير دي. تمام. طيب في برضه سؤال متعلق بالموضوع ده، واحد بيسأل حضرتك ازاي اجهز اولادي علشان يكونوا علماء؟ بس خليهم يقرم، خليهم يسمعهم، خليهم يشوفوا افلام، خليهم يشوفوا مجلات، اديلهم فرصة انهم يبصوا على حاجة مكتوبة في كل وقت. مفيش احسن حاجة في الدنيا من الكتاب، الكتاب هو يعني مربط المستقبل. خلي قدامهم ورق، مجلات، اي حاجه يبصوا فيها، لان ده اللي بيوسع الافق،
اللي بيخلي الواحد عايز يشوف ايه اللي وراء هذه الصورة دي. تمام. طيب في واحد نفسه يعرف من حضرتك ايه هي اسباب حبك لعلم الجيولوجي؟ انا كنت في الكشاف وخاصة في القبة الثانوية، في سنوات القبة الثانوية كلها كنت انا في الكشافة وبقيت رئيس قسم النسر، وكنت احب جدا انهم كانوا بياخدونا على الجبل الاصفر والجبل الاحمر والحاجات دلوقتي اتبنت عليها مباني، انما كان زمان مشوار على ما نوصل لهم ونشوف حاجات جميله وصخور متعدده، وكنت انا بجمع عينات من الصخور المختلفه دي واحطهم في صندوق بتاع جزمه، وكنت اخد اخواتي الصغيرين الولاد والبنات بعد ما نروح مع الكشافه اوريهم الاماكن دي لانها كانت اماكن جميله وكذا. ففي الحقيقه ده خلاني يعني قريب كده من الطبيعه والأشكال الحلوة والصخور المختلفة. ما كنتش عارف ان دي حاجة اسمها جيولوجيا. انا حتى لما رحت على كلية العلوم كنت بقى عشان اسجل، انا كنت فاكر ان انا هروح كلية الطب 100% يعني، ما جيبش مجموع فدخلت كلية العلوم. فلانهم بعد المجموع بتاعي قالوا لي يا اما تروح كلية طب الاسنان يا اما كلية العلوم. قلت لا مش طب الاسنان، انا كنت عايز ابقى جراح مخ. فدلوقتي مش طب الاسنان ما تفعليش، فقلت اروح كليه العلوم كانت قريبه مننا نمشي. طب الاسنان كان في جامعه القاهره في اخر الدنيا وعايزه مشوار، فانا قلت نروح في كليه العلوم. فروحت عشان اسجل، فالراجل قال لي لازم عشان تسجل تختار اربع مواد. قلت له ايه هم ايه المواد؟ قال لي يعني كيمياء، قلت له قال لي فيزياء، قلت له قال لي رياضي، قلت له قال لي جيولوجيا، قلت له جيولوجيا دي ايه؟ قال لي الناس اللي بتروح الجبل دي. قلت له ايوه انا عايز منه. طيب في اكتر من واحد عايز يعرف من حضرتك، يعني هم شايفين ان الظروف اللي بتمر بيها مصر اليومين دول مش يعني مش مريحة، خلينا نقول يعني فهم في يعني انا حاسس من الاسئلة ان في سنة تشاؤم. حضرتك شايف في اي امل لان في نهضه علميه هتقوم في مصر قريب؟ لازم يا اخوانا يبقى عندنا امل. خلي بالكم ان مفيش ثوره في الدنيا بتحصل ويحصل بعدها ثبات الامور على الاطلاق. ما حصلش في ثورات الدنيا كلها. امريكا خدت 10 سنين على ما يطلعوا الدستور بتاعهم. فرنسا خدوا 10 سنين على ما يوصل نابليون للحكم. روسيا 7 سنين بعد ما اللخبطه اللي حصلت في بعد الثورات الشعبيه بتحصل لخبطه. ليه؟ لانك في كيان بتهده ولازم تبني كيان جديد. اللي بتهدي ده بتهدي ممكن تفجره ويقع كله على بعضه زي ما حصل عندنا. انما عشان تبني كيان جديد البنى يعني ايه؟ يعني طوبه 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 طوبه، ده ياخد وقت. هو اللي بيحصل اللي احنا فيه اللخبطه دي كلها ان احنا بنلاقي الطوبه دي نحطها تطلع بايظه نرميها، ناخد طوبه ثانيه نحطها وبعدين طوبه مستويه تطلع دي ايه، وطوبه معوجه شويه نقول زي بعض معوجه نحط عليها شويه اسمنت ونعوجها الثانيه وهكذا لحد ما نبني البناء الكيان اللي يؤهل لنا التقدم. معنى ذلك ايه؟ ان احنا يبقى عارفين ان هيحصل لبخ في المسيره، بس المسيره لابد ان توصل الى الطريق الصحيح وهو اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. تمام. طيب في ناس كتير نفسها تعرف ايه هي اخبار ممر التنميه؟ ده ممر التنميه، انا الحقيقه كنت يعني في الكام سنه اللي فاتت دول الدنيا كانت بايظه وما كانش فيه يعني وسيله للواحد يتكلم على الـ على على تنميه، لان ما كانش حد من الوزراء، مع انهم كانوا بيقولوا تعالى نعمل اجتماعات وقول لنا نعمل ايه، انما انا عارف ان هو اي كلام. فابتدى يستتب الامر دلوقتي شويه، فانا هبتدي من اول وجديد ان احنا نتكلم جديد عن ممر التنميه، وخاصه وانه انا مقتنع دلوقتي ان احنا مش عايزينها تبقى حاجه حكوميه، احنا عايزين الحكومه تطلع منها خالص، لان الحكومه لو فيها هتبوظها. فهنخلي الحكومه بعيد ونعمل مؤسسه محترمه من الناس محترمين جدا، مصريين على عرب على اجانب، والمؤسسه دي هي اللي تبقى تعمل الموضوع. الحكومه تعمل تقنين للشغل هيحصل ليه، هنا مباني، هنا كذا، هنا كذا، هنا، عشان يبقى في يعني توازن وحفاظ على البيئه والحاجات المهمه دي الحكومه تقدر تعملها بالقوانين، انما الباقي كله تسيبه للخلق. احنا مصريين ونقدر نعمل اللي احنا عايزينه، احنا نقدر نعمل هنا زراعه، نعمل زراعه، نفتح كذا، نفتح كذا، على اساس ان هي حاجه تخلص في 10 سنين، وفي العشر سنين دول يعملوا زي ما هو عايزين. ليه مهم دي الممر التنمية؟ لأنه يوم ما نبتدي عايزين 450 ألف فرصة عمل يوم البداية
نص مليون موظف يوم ما نبتدي. فدي حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا في مصر. تمام. طب أنا في سؤال من أنا شخصيا. تفضل. إزاي حضرتك تعاملت مع الغربة؟ في بداية الأمر كان أول حاجة عملتها ده أصلاً أنا سبت في مصر في آخر 66 وجات بعد 66 خبصة 67 والخيبة اللي رحنا فيها. وكانت أخبار مصر بقى حاجة يعني بهدلة. وأول حاجة عملتها اشتريت راديو كويس جدا محترم ب200 دولار كانت بالنسبة لي دي حاجة يعني رهيبة عشان أسمع الأخبار من مصر إيه اللي بيحصل، لأن الأخبار اللي كانت بتيجي هنا الواحد ما كناش ضمنينها وكنا بنستغرب إيه اللي بيحصل وكنت بسمع الأخبار هناك على أساس إن إحنا بنعمل كذا ودعمنا كنا وعملنا 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 وطلع إنه الكلام ده كله كان كذب. فالمهم كانت الاتصال بأكثر ما يمكن بالأخبار المصرية من صوت القاهرة وصوت العرب والهيصة اللي كانت محصلة دي زمان. بعدين بعد ما الوقت ده خلص بدأت رجعت أنا للقراءة. أحسن حاجة الواحد يقرأ اللي بتكتب على مصر، اللي بتكتب هناك واللي بتكتب هنا. ودلوقتي عشان الحاجات الجديدة بتاع اللي انت جيلك بدعها دي بتاع الانترنت والايباد واللبخ اللي احنا بنعمله ده كله، فابتديت الواحد يقرأ كويس قوي ويتعرف على كل حاجة ويشوف صور بنفسه ويعرف كده والناس دي بتقول ايه والمجموعة دي بتقول ايه والمجموعة دي. فالواحد يعني ممكن ما عادش دلوقتي الواحد يبقى بعيد عن اي موقع زي ما كنا زمان. دلوقتي الواحد يبقى يقدر يقرأ ويكتب ويشوف. طيب في واحد بيقول لحضرتك هل ستعود الى مصر؟ انا بعود كل انا بروح سنه كل سنه ست سبع مرات. تمام. طيب في سؤال عن راي حضرتك في برامج الفضاء اللي بدات تظهر للسيرفس اليومين دول في الهند وفي الصين. ده مهم جدا. انا كتبت مقاله في سنه 2009 عن انا قلت قبل ما العالم يبص شرقا، قلت يا اخواننا ان المشروع ابولو ده هو اللي عمل امريكا، سمعة أمريكا وسمعة التكنولوجيا الأمريكية وسمعة كذا كان كله جاي من ده. إحنا في بلادنا كان كل واحد يقول أنت لما يشتري راديو روح يشتري راديو أمريكاني، يشتري راديو راديو تلفزيون تشتري تلفزيون التلاجة التقيدية الأمريكاني مش عارف كله يروح على الأمريكاني 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 لأن أمريكا راحت القمر. فده دفع الاقتصاد الأمريكي وخلى الناس كلها تقدر أمريكا وتبص لها. دلوقتي أمريكا سابت العملية دي وسابت الفضاء وسابت الهاء ولا تعمل لدعم الجيل الصاعد زي ما كانت بتعمل زمان. أمريكا النهاردة الصين والهند بدأوا هما الاثنين يعملوا الحاجات دي، والصين زادت شوية عن الهند في أنها عملت برنامج كبيرة وطلعت تايكونات من يلف وكذا. وبعدين قالوا لنا السنة اللي فاتت أنهم خدوا رائدات فضاء صينيات عشان يشتغلوا في البرنامج. فأنا قلت أنا في نظري أن الناس اللي هتنزل على القمر مستقبلا أول حد هينزل على القمر مستقبلا هيبقى امرأة صينية، ولما ده يحصل هتخلي الخلق كله يبص شرقا ويبعد بقى عن بتاعه. لما الواحد يبقى عايز راديو جديد هتشتري راديو صيني، التلفزيون جديد هتشتري تلفزيون صيني، عربية جديدة هتشتري عربية صيني، ودعم الاقتصاد وكذا. لأن أمريكا إذا فضلت في مكانها ده ونسيت الجيل الصاعد ونسيت دعم التكنولوجيا، الصين هي اللي بتعمل ده وهي الصين اللي هترقى، يبقى كل الخلق يتجه الى الشرق. تمام. طيب سؤال اخير بقى من مؤسسة علماء مصر. احنا حضرتك الشعار بتاعنا في المؤسسة ان كل عقل يفرق. حضرتك لو تحب توجه رسالة للشباب والعلماء المصريين اللي موجودين في كل حتة في الدنيا، ازاي المفروض ان هم يساهموا بعلمهم وخبرتهم عن طريق القنوات دلوقتي المفتوحة في كل حتة زي ما حضرتك قلت، حضرتك تحب لو عايز تقول لهم كلمة تقول لهم ايه؟ اقول لهم دعم اي عقل مصري في اي مكان، رجل كان او امرأة، ولد او بنت، خلي اي بني ادم عنده مقدرة انه يقدر يسمع او يقرأ او يتفنن دعمه وابعت لهم كلام، ابعت لهم صورة، ابعت لهم حاجة من علمك انت، اكتب على حاجة انت تعرفت عليها، زود عليها معلومة هم ما يعرفوهاش، واستمر في التعاون معهم واستمر في دعم العلم والمعرفة، لأن العلم والمعرفة في نظري هي مربط النهضة.
تمام. طيب احنا بنشكر الدكتور فاروق على اللقاء الرائع ده، احنا اخذنا اكتر من وقتنا بثواني. ويعني انا عايز انا اقول لكم، يعني انا بشتغل في الريسيرش من سنة 2003، اتقابلت مع علماء كتير في تخصصات كتير. انا شخصيا بتعلم في مدرسة الدكتور فاروق فوق حب العلم والمعرفة حاجتين، التواضع والتلقائية. عشر سنين نادر جدا انك تشوف الحاجتين دول بيتوفروا في نفس الشخص، مع حب العلم والمعرفة والانجازات العلمية الجميلة اللي الدكتور حكينا عليها. طيب في النهاية خالص، حضرتك تحب توجه نصيحة لينا الشباب بتاع مصر؟ انتوا استمروا في العمل اللي انتوا بتعملوه ده، كل المجموعات اللي انا بشوفها في الام اي تي عندكم اللي هي بتعمل النجمه والوينتو والشغل الثانيه وشويه الاطباء والناس اللي بيشتغلوا المستشفى والجدك، كل ده عمل جهد ثمين وجهد متميز، استمروا فيه دعمكم الله. شكرا جزيلا يا دكتور. ان شاء الله نحاول نكرر ان شاء الله الويبينارز تاني مع الدكتور فاروق لما وقته يسمح، وان شاء الله يكون يعني قدامنا نحاول مع ناس تانيين بعد الرساله اللي وجهها لنا الدكتور فاروق ان يكون في ان شاء الله ويبينارز مع علماء كبار على نفس المستوى. شكرا ليكم على متابعتنا وتصبحوا على خير. السلام عليكم.